ولو عايزه تراجع معايا فيها دلوقتي اه ونراجع الدكتور فيها كده، بحيث هي دي المسؤوله عن حضرتك قلت تحسين الاداء. تحسين اه يعني انا خليها تحسين. اه طبعا تحسين الاداء. فين المعلومات عندكم؟ عندكم معلومات يا اخوانا؟ انا موجود عندي، خدي لو انا ادور عليها اهو، ان شاء الله الاقيها. اهي 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 لقيتها. طيب الاطعمه المفيده لزياده الخصوبه، المحار يساعد على تحسين الخصوبه ولمعالجه الضعف الجنسي التي يسببها نقص الزنك، ومفيد للرجال ويحتوي على الزنك والحديد والمغنيسيوم والنحاس والبروتين. المحار ده اللي هو ايه؟ زي البتاعه دي اي حاجه فيها شيل اللي هو فيها قواقع. اسمها ايه؟ ام الخلول. الحاجات دي يعني. اسمها ايه تاني؟ فكروني كده، انا نسيت اسمها. ام الخلول دي اسمها ايه؟ احنا بنجيبها من بتوع السمك. اسمها ايه؟ نبي فكرني. طب فكروني فكروني في وداني. اي حاجه فيها قواقع. طيب. المانجا تحمي الحيوانات المنويه من الضرر التي تسببه الجذور الحره، فهي مفيده للرجال التي تعاني من مشاكل في الخصوبه، وتحمي عنق الرحم من السرطان، وتحتوي على مضادات الاكسده البيتا كاروتين. ده انا كويس لقينا فايده للمانجا اهو. احنا غير ان طعمها حلو، بس طبعا مش بكثره فيها عشان بس مش زياده الوزن. مش يعني مش عايز اقول مش المانجا لوحدها، قلنا المشمش، اي حاجه لونها الجزر، البطاطا الحلوه، تمام، قرع العسل، كل ده في نسبه بيتا كاروتين. اي حاجه لونها اورنج كده. اورنج الاسماك الزيتيه زي السلمون والماكريل والسردين، واللي بتحتوي على احماض دهنيه اوميجا 3 وسيلينيوم، وتحافظ على سلامه الدوره الدمويه، ومفيده للرجال خاصه في حالات الضعف الجنسي، ومفيده للنساء في مرحله الحمل، وتحتوي على الاحماض. احماض اللي هي احماض الدهنيه. اللحوم الحمراء قليله الدهن تقلل من خطر الاصابه بفقر الدم خاصة لدى النساء، وتعطي المعادن اللازمة لسلامة الجهاز التناسلي عموما، وتحتوي على الحديد والسيلينيوم والزنك. الأنيميا من الحاجات اللي ممكن تعمل ضعف. الأنيميا ضعف خصوبة. واحدة عندها أنيميا يجي لها ضعف. فلازم تحليل دم مهم قوي، يكون نسبة الحديد عندها مرتفعة. التوفو أو جبنة لبن الصويا هي مصدر غني للأستروجين البشري، ومفيد لحماية النساء المعرضين لمخاطر الإصابة بسرطان الثدي أو الرحم، ومفيد للرجال المعرضين للإصابة بسرطان البروستاتا. خلي النقطة دي نرجع لها بعد ما نخلص. البنجر لاحتوائه على الفوليك أسيد وفيتامين سي يقي من حدوث الإصابة بتشوهات العمود الفقري لدى الأجنة. الكمثرى تساعد على تخفيض الكوليسترول في الدم وتخفيض مستوى السكر، فتساعد مرضى السكر والقلب، وتحافظ على الجهاز التناسلي. كمثرى وتفاح. البذور كبذر زيت الكتان وبذور القرع العسلي، وتحتوي على اوميجا 3، ويمكن خلطها مع الكورن فليكس. يعني البذر ده يتباع كده عادي من عند العطار، ونحطه على الكورن فليكس في وجبه الافطار، ويتخفف من الاعراض المصاحبه للدوره الشهريه لدى النساء. طب دي حلوه دي عامه لاي واحده، يعني اي ست عاديه عندها الاعراض اللي هي الام في البطن والمغص والكلام ده، البذور دي مع الكورن فليكس او الزبادي بتخفف الاعراض دي. الافوكادو جنين القمح لاحتوائهم على فيتامين اي بنسبه عاليه مهمه لسلامه البشره والخصوبه الذكوريه. التوم يحتوي على الاليسين ماده الاليسين اللي هي كمضاد ومضاد الالتهابات الفطريه التي تحدث اللي ممكن تاثر على موضوع الخصوبه. تمام. الرمان والعنب الاسود تحتوي على فيتامين سي بنسبه عاليه، وبذوره تحتوي على اعلى نسبه منه، يساعد في تنقيه الدم ويزيد من كفاءه الاعصاب. طبعا انا بس كان مضاد الاكسده قوي جدا. تمام. انت عايزه تقولي على بالنسبه الرمان من غير واو؟ الرمان الرمان دي اسمها الرمان. الرمان يا جماعه من غير واو بعد اذنكم. طيب التوفو حضرتك قلت ايه لبن الصويا او كده؟ في ساعات بعد الشهر يبقى امراض سرطانيه بتظهر نتيجه مشاكل في الهرمونات، زي هرمون الاستروجين والكلام ده، زي سرطان الثدي او سرطان البروستاتا عند عند الرجال. فحته انك تركزي على لبن الصويا اللي هي حاجه جديده قوي، في استروجين نباتي معايا ليه تاثير ايجابي جدا، يحميك من سرطان الثدي عند السيدات، او بالنسبه اللي هو سرطان البروستاتا عند الرجاله. متمثل في لبن الصويا، متمثل حاجه اسمها التوفو اللي هي الجبنه بتاعته معايا، وموجود في الصيدليه، بقى في الصيدليات موجود في السوبر ماركت عادي. اي حد ياكلها ولا الناس اصل دايما دول الناس اللي عندهم مشاكل في اللبن العادي فبيضطروا ياخدوا دي. انما هل انا واحده ما عندي يعني، او اي حد ما عندوش مشكله مع اللبن العادي ياخد ده لانه مفيد؟ مفيد خصوصا حتى مع انقطاع الطمس والدوره معايا، عشان تعويض الهرمون. انت عارف الهرمون بعد انقطاع الدوره هرمون الاستروجين بقاش موجود، فكهرمون بديل هو الهرمون النباتي معايا. هو هرمون يحاكي الهرمون البشري اللي هو الاستروجين النباتي اللي جاي من من لبن الصويا او التوفو او المنتجات بتاعت لبن الصويا، يحاكي مشابه لهرمون البشري.
فكل ده بالنسبه لها، حتى بالنسبه لاعراض انقطاع الدوره الشهريه زي الفلاشنج والسخونه والكلام ده كله، هتلاقي المشاكل دي اتحلت كتير قوي برضه معاها.